السلام عليكم طلابي الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح ناخذ الفاشيولا هيباتيكا اللي هي أيضا تابعة إلى فايلم البلاتي هيلمنتس. الفاشيولا هيباتيكا الكومون نيم إلها هي شيب ليفر فلوكس اللي هي مثقبيات اللي تصيب أكباد الخراف. الهابيتيت مالتها هذه الدودة راح تتواجد بالليفر اند البايلوري باسجز اوف ديفينيتيف هوست، اذا راح تتواجد في الكبد وفي قنوات الصفراء للمضيف النهائي. بما انه هي دودة كاملها راح تتواجد، فاذا راح يكون هذا المضيف هو نهائي مثل ما متفقين احنا. المضيف اللي تتواجد بداخله الديدان البالغه راح يكون هو الديفينيتيف هوست، بينما المضيف اللي تتواجد بداخله اليرقات راح يكون هو الانترميديت هوست. فاذا الدوده راح تتواجد بالكبد وفي قنوات الصفراء للمضيف النهائي. هسه المورفولوجي، ندرس المورفولوجي لهذه الدوده. شكل الأدلت وورم شلون راح يكون؟ الأدلت وورم راح يكون شكلها لارج ليف شيب، شكلها يشبه الورقة، ممكن رؤيتها بالعين المجردة لأنه هي كبيرة راح تكون هنا، ملمسها راح يكون فلشي لحمي. إذا دودة مثقبية يكون ملمسها لحمي، أقدر أشوفها بالعين المجردة. حتى ندرس تفاصيل الدودة نحتاج إلى المجهر. شنو بعد مميزاتها؟ انه تكون بيها النهاية الامامية الانتيريوري راح تكون conical projection، تحتوي على نتوء مخروطي. هذا النتوء المخروطي راح يحتوي على الاورال سكر، على القرص الفموي. نهاية الدودة راح تكون rounded. هذه الدودة راح تكون هرموفرودايت، حالها حال ديدان شعبة البلاتي هيلمنتس اللي فقط شذت عنها دودة الشيستوسومز اللي كانت منفصلة إلى جنسين. أيضا هذه الدودة هنا عندنا راح تكون دودة خنثية. مواصفات الإيج لهذه الدودة يجب أن نميزها. هنا الإيج راح تكون كبيرة وبيضوية، تحتوي على غطاء أباركوليتد، بيها غطاء مثل ما تلاحظون بالصورة. لازم نميزها عن بيضة دودة الدايفيلوبوثيريوم لاتم. الدايفيلوبوثيريوم لاتم كانت تحتوي على جهة بيها غطاء وجهة بيها نتوء صغير. هذه الدودة هنا فقط تحتوي على غطاء ما بيها نتوء وتكون شوية أكبر من الدايفيلوبوثيريوم لاتم. دورة الحياة اللايف سايكل، هنا الديفينيتيف هوست راح يكون هو الشيب، من اسمها شيب ليفر فلوكس، اذا هي الخراف. وايضا في بعض الاحيان يكون الهيومن هو ديفينيتيف هوست، راح تتواجد هاي الدوده في البايلاري داكت. اذا هاي الدوده متواجده بالمضيف النهائي، راح تطرح البيوض للامعاء ومن ثم تطلع البيوض مع الاستول. هذا اذا لوث الاستول المياه او المستنقعات راح تفقس الايج وتنطيني الميراسيديوم. اول طور يرقي راح يدخل هذا الميراسيديوم الى الانترميديت هوست. من عندنا الانترميديت هوست؟ هنا الفريش ووتر سنيل، حلزون المياه العذبه، اخترقته او اخترق اول طور يرقي. بداخله راح يتطور هذا تتطور اليرقات الى عده اشكال. الميراسيديوم راح تتحول الى سبوروسيست، السبوروسيست تتحول الى تو جنريشن اوف راديا، بعدها تتحول الى سيركاريا. هاي السيركاريا راح تغادر الحلزون، راح تطلع من المضيف الوسطي وتروح على الفيجيتابلز. على الفيجيتابلز ايش راح تصير؟ راح تتكيس وتصير طور آخر يدعى بالميتا سيركاريا، هو هذا راح يكون الانفكتيف فورم للديفينيتيف هوست. من راح تجي الخراف تتغذى على الأعشاب الحاوية على الميتا سيركاريا راح تنصاب بالفاشيولا هيباتيكا. وبنفس الحالة أيضا إذا الهيومن تغذى على هذه الأعشاب مكان غاسلها بصورة جيدة أيضا راح ينصاب بيها. نجي للأعراض. الأعراض راح تكون هي الفيفر، الحمى، وراح يكون الهيباتوميغالي، تضخم الكبد نتيجة لحجم الدودة، وراح يكون عندنا البايلاري أوبستراكشن، انسداد في قناة الصفراء أيضا نتيجة لحجم الدودة الكبير. الدايغنوسيس، التشخيص راح يكون عن طريق تشخيص الايج بالستول او عن طريق اخذ الاسبيريتس بايل، تشخيص وجود الديدان بيها، وبعضهم الاحيان يكون ايضا الايج. اذا ضروري نعرف شكل الايج ونميزه عن بقى. لهنا نكون وصلنا لنهاية مختبر اليوم.
اللي عن الفاشيو اللي هي باتيكا، وقبله كان الشستوسوما. ان شاء الله كانت المعلومات واضحة وسهلة وبسيطة، واني حاضرة لأسئلتكم. شكرا جزيلا.